الدخان هو عدو لجمالية الإنسان على خاطر السموم الموجودة فيه تتسبب في التسريع في ظهور مظاهر الشيخوخة قبل وقتها عند المدخن. السموم هذه تتسبب في فقدان الوجه للشراق الأشراق متاعه، العينين تفقد البريق متاعها، تكثر التجاعيد في الوجه، تظهر هالات سوداء تحت العينين، الجلد متاعه تتشيحة، الشفة تنجم تغمق، والسنين متاعه تصفار، يكثر فيها التسوس وينجم حتى يفقد سني. هذاك علاش ننصحوا المدخن باش يبطل الدخان، وهكاكا بعض ايامات من تبطيل الدخان يرجع للوجه متاعو بريقو نظارتو واشراقتو، وهكا يرجع الوجه بريقو ونظارتو ويكون وجهه مطابق العمر.